دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بخصوص الاخبار اللي هتحصل النهارده، فالنهارده هتنطلق اعمال تنسيق المرحله الاولى للقبول بالجامعات الحكوميه والمعاهد العليا والخاصه، وتم تحديد الجدول الزمني اللي اعلنه مكتب التنسيق بفتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الثانويه العامه الناجحين في الدور الاول، وده بدايه من النهارده لتسجيل الرغبات عن طريق موقع التنسيق، وهتستمر اعمال المرحله لحد يوم الاربعاء اللي جاي. والنهارده هيعقد الجامع الازهر الشريف حلقه جديده من ملتقى الطفل تحت عنوان الطفل الخلوق النظيف الفصيح، وده تحت رعايه فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف. ملتقى الطفل بيعقد يوم السبت من كل اسبوع بالجامع الازهر، وده في اطار مواصله الازهر والرواق الازهري جهودهم في توعيه النشء بالاداب الاسلاميه والاخلاقيه السليمه النابعه من صحيح الدين. والنهاردة والعشاء الكرة العربية موعدهم مع مباريتين قويتين في إطار دور الثمانية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، فريق السد القطري مع الشرطة العراقية الساعة 6 مساء، والساعة 9 بالليل هيلتقي اتحاد جدة السعودي مع الهلال السعودي.